طبعا تكثر في هذه الفترة ومع تغير الأجواء اللي هي الأمراض وخصوصا الأمراض المعدية. طبعا في هذه المعلومة اللي قريناها من دراسة تقول أنه التهاب الحلق الشديد يشير إلى أن الشخص معرض لخطر أكبر للوفاة بسبب نوبة قلبية أو حتى سكتة دماغية. يعني الموضوع غريب للأمانة، إيش دخل التهاب الحلق في السكتة الدماغية أو حتى القلبية؟ لذلك مهم أنه إحنا نقف عند هذه الدراسة. وينضم لنا عبر سكايب الدكتور علي الشهري، استشاري وأستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله دكتور علي. أهلا وسهلا، الله يحييكم. شكرا جزيلا وشكرا لقبولك هذه الدعوة. في البداية دكتور علي، خلينا نتكلم عن الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب الحلق، وكيف ممكن أن الواحد يميزها عن بعض. أهلا وسهلا فيكم، الله يحييكم وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يكون لقاء مبروك. الحقيقة أسباب التهاب الحلق أسباب كثيرة، ومنها التهاب الفيروس. يعني السبب الأول والرئيسي في التهابات الحلق هي الأسباب الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها. السبب الثاني وهو البكتيريا. طبعا الفيروسات زي نزلات البرد العادية، وإعادة تنتهي بدون أي مضاعفات. السبب الآخر من الفيروسات والمهم جدا اللي هو الإنفلونزا الموسمية، وهذه من أخطر الأمراض، وتنتشر في فصل في نهاية فصل في بداية فصل الخريف والشتاء وبداية فصل الربيع. والحقيقة وزارة الصحة تحرص دائما على إعطاء اللقاح في هذا الفترة، لها مضاعفات خطيرة جدا. السبب الثاني هو البكتيريا، وأخطر أسباب البكتيريا اللي تسبب التهاب الحلق هي البكتيريا العنقودية القيحية، وهذه تسبب مضاعفات خطيرة سواء على القلب أو على أعضاء أخرى. من الأسباب الأخرى اللي تسبب التهاب الحلق الحساسية وارتجاع المريء والتهيجات والتدخين والكحول والعمل في المواد الكيماوية، كل هذه من أهم الأسباب اللي تسبب التهاب الحلق. طبعا كيف يفرق المريض؟ من الصعب على المريض أن يفرق بين الأسباب هذه، ولكن الطبيب يستطيع أن يميز بين الفيروسات وبين البكتيريا بين الحساسية بين ارتجاع المريض، لأن فيه أسباب فيه أعراض وفيه ظواهر تظهر إذا جانبها. مثلا الفيروسات تكون الحرارة مرتفعة بشكل بسيط، يعني لحدود 38-38.5، بينما البكتيريا توصل أحيانا حرارة إلى 51. نعم. الإفرازات في حالة الفيروس تكون على شكل مائية، بينما في حالة البكتيريا تكون على شكل إفرازات صفراء أو خضراء. تسبب البكتيريا آلام أشد من التهابات الفيروس، وتسبب أحيانا خراج في الرقبة وخراج في الحلق وآلام وقي واستفراغ، ولها مضاعفات خطيرة. الحقيقة البحث اللي تكلمت عنه الله يجزاك خير يعني ما هو مستغرب وليس جديد. لو أعطيك فقط مثالين على مضاعفات الخطيرة اللي قد تحدث من التهابات الحلق، يعني مثلا الإنفلونزا الموسمية، إيش اللي ممكن تسبب على مثلا القلب؟ هذه ممكن تسوي توصل به الأمر إلى احتشاء عضلة القلب ومن ثم الوفاة، أو إلى الانسداد الحاد للرئة ومن ثم الوفاة، بالإضافة إلى التهابات أخرى تصيب الجوب الأنفية والأذن، وأحيانا إلى التسمم الدم يسمى سيبتيسيميا، ومضاعفات قد توصل إلى الدماغ. فالمضاعفات اللي تكلم عنها هي ليست جديدة، هي موجودة. نعم. لو نظرنا إلى مضاعفات البكتيريا العنقودية البكتيرية اللي تصيب اللوزتين وتسبب مشاكل خطيرة جدا. دكتور علي خلينا ناخذها شوي شوي علشان لا يصير في لخبطة على كم المعلومات اسم عليك اللي أنت يعني قاعد تتكلم عنها الآن. الرابط بين النوبة القلبية والسكتة الدماغية والتهاب الحلق، إيش هو هذا الرابط؟ الرابط إن على حسب الفيروس، يعني مثلا الإنفلونزا من مضاعفات شديدة، يعني توصل التهابات إلى احتشاء العضلة، يعني
ما في حاجة اسمها رابط معين، إنما هذه مضاعفات الالتهاب الفيروسي تؤثر على الرئة وتؤثر على القلب بسبب نوع من أنواع الفيروسات اللي أنت قاعد تتكلم عنها. بسبب نوع معين، يعني ليس كل الفيروسات وليست كل البكتيريا، ولكن إحنا يعني أعطيت كمثالين، مثال من الفيروس اللي هو الإنفلونزا، ومثال من البكتيريا اللي هي البكتيريا العمودية القيحية، وتصيب غالبا الأطفال، وهذه تحط مصممات القلب. البحث اللي تكلم عنه الأخوان يشير إليه هو يسبب مشكلة في القلب، يرفع إذا ارتفع نزلت النبضات، والعكس يعني في مشكلة ما بين نبضات القلب وارتفاع وهبوط الضغط، فهذه كلها تؤثر على عضلة القلب. نعم، واضح جدا دكتور علي الشهري، احنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا ونشكرك على هذه المداخلة القيمة، شكرا جزيلا.